محمود انا TEDx organizer في الكويت ومترجم لمواقع TED. بدي اقول لكم شغله واحده بس مثال صغير عن التفكير الايجابي. التفكير الايجابي بيعتمد على شغلتين، اما انك تكتشف فكره جديده او اما انك تنشر هاي الفكرة الجديدة. بتمنى ان انتم في TEDx خرطوم انكم اما تفتكروا اشياء جديدة او انكم تنشروها. شكرا كثير.